مساء الخير. رصدت وكالة الفضاء الأمريكية كمية كبيرة من المواد الكيميائية يلي عم تتلف طبقة الأوزون، وهالمواد عم تستخدم بطفايات الحريق وأدوات التنظيف، وكان محظور استعمالها من 30 سنة، ولكن البحوث الحديثة أظهرت وجود انبعاثات لهالمواد الملوثة بمعدل 39 ألف طن سنوياً، وهي كارثة طبيعية عم تأذي الغلاف الجوي. والخطر الأكبر أنه مصدر هالمواد الكيميائية غير معروف لحد اليوم، وعم يسعى العلماء لاكتشاف أسباب هالظاهرة. وبالعودة لطقسنا، أجواء صيفية حارة ومستقرة مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة مرتفعة والرطوبة عالية، الهواء متوسط السرعة، أما البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة 130 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم جزئياً مع درجات حرارة مرتفعة ورطوبة عالية، أما لبكرة طقسنا قليل غيوم مع استقرار بدرجة الحرارة. وهلا بنبقى بجولة على درجة الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل، إذا عم بتسجل على الساحل 23، وبنبقى 18، وعلى المرتفعات 20 و 14 بالأرز. أما كيف رح تكون درجة الحرارة اللي رح تسجلها بكرة ببعض المناطق اللبنانية، وبنبدأ تحديداً من عكار بين 30 الرحبة 30 جبال 33 درجة، إذا على الساحل الدورة 35 درجة، لبعة 33 وصور 32، بنت جبال 33، قعقعية الجسر 31، رشايا 31، وزحلة 36، والأرز 25، والهرمل 39 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 60 و85%، حرارة سطح الماء 30 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، والرياح عم تكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لليوم واليومين اللي جايين بنشوفهم سوا، إذا الليلة بتوصل لل 24 وبكرة بال 25 و35 درجة، ونهار الثلاثة تتراوح بال 24 و34 درجة، والطقس مكمل إلى مشمس مع قليل غيوم. وهلا بنبقى بجولة على درجة الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا صنعاء 29، الرياض 42، ودمشق 41، وتونس 35، وأخيرا مدريد 34 درجة. وهيدا كان طقسنا لليلة. أما هلا بترككم تابعوا آخر أخبارنا.